شاطئ عام هناك, والشاطئ ده للرحلات اللي جايه من الوزارات وبتاع وذو اليمن وذو القدرات الخاصه, ومجهزينه بشويه حاجات. العربيات تقدر تمشي على الخشب لو بتتزق او بتاع او كده. والمنطقه دي بقى كلها ملاعب رياضيه وحاجات للاطفال ومسرح وشويه حاجات يعني لطيفه. يعني اللي وصلني سيادتك الى الان سعاده كبيره جدا, وانا سعيد ان هم سعداء يعني. وبعد كده سيادتك يعني الفعاليه في ذاتها فعاليه يعني شديده الذكاء, انه كل الزملاء والابناء الكرام من ابناء الوزاره من ذوي القدرات الخاصه ان احنا نكون يعني محوطين عليهم وفي خدمتهم وندخل لحظه سعاده على قلوبهم ويشاركوا بلدهم في فعالية كبيرة وفي مهرجان كبير. الفكرة عبقرية, وأنا يعني شاكر كل من أسهم في تنفيذها. وسيادتك يعني شكرين على ربنا وجود حضرتك هنا معنا. ربنا يخليك عمر بيه. ربنا يبارك في عمرك في غايه السرور. الحمد لله. ربنا يجزيك خير ويبارك في عمرك. وانا فرحان انكم انتوا في ربنا يجزيك خير يا دكتور. دي مش قضيه وزاره الاوقاف بس, دي مصر بتعتني بابنائها. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. بتعتني بابنائها جميعا. واحفظ علينا مصرنا, واحفظ علينا جيشنا ورئيسنا وقادتنا. امين امين يا رب. امين يا رب. انا ايمان بقالي 32 سنه اقسم بالله اول وزير يلتفت الى ذوي البصائر. ربنا يسعدك. ربنا يكبر بخاطرك ويسعدك ويسر لك امرك ويدخل عليك السرور كما ادخلت السرور على قلوبنا. يا رب الكلمه دي عزيزه على قلبي. ولما انت تكون بخاطر سعيد, احنا كل الاوقاف كلها تكون ربنا سعيد. ربنا يكبر بخاطرك. محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع الطيب أن يجعل مصر سلما وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم اجعلها سلما وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام. اللهم احرس جيشها وشعبها وقادتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله لمصرنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم في غاية السعادة أن أكون بين زملائي وأحبابي وأبنائي من أبناء وزارة الأوقاف الذين أعتز بهم كثيرا وأفتخر بهم كثيرا وأثق فيهم, وكلما رأيت معنى السعادة في قلوبهم وفي عيونهم ازدادت سعادتي في الحقيقة. هذه الزيارة وهذه الجولة في هذا اليوم هي رسالة تقدير واحترام وإجلال لكل أبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم السادة الحضور الكرام. فأقدم لحضراتكم ولأسركم ولذويكم وللأهل الكرام خالص التحية والتقدير نيابة عن كل زملائكم في وزارة الأوقاف وقياداتها. ويشرفني اليوم أيضا أن أشكر المتحدة وأن أشكر عمرو بالفقي وأن أشكر كل فريق العمل الموجود وأن أشكر كل الجهود الموجودة وكل السادة الإعلاميين الكرام الحضور, وأن أتوجه بالشكر إلى كل القائمين على مهرجان العالمين وعلى هذه الفعالية الكبيرة. ويسعدني كثيرا أن أبناء وزارة الأوقاف يسعدوا ببلدهم ويفرحوا ببلدهم ويشوفوا العمران الموجود في مدينة العالمين الجديدة ويدركوا أن هذا البلد بلد عظيم وبلد كبير
وبلد موفق وبلد محفوظ وبلد ناجح. فأنا أكرر الشكر للشركة المتحدة ولسيادتك عمر بيه ولكل السادة الزملاء الكرام، أشكركم على الاستضافة الكريمة وعلى تنظيم هذه الفعالية العزيزة على قلبي، ونيابة عن كل السادة الحضور من أبناء وزارة الأوقاف الكرام أتقدم لسيادتك بكل الشكر والتقدير. أشكر حضرتك على مجيئك النهاردة. المنطقة الشاطئية دي كلها ملاعب ولعب للأطفال، بالليل دي بتبقى زحمة جداً.